صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا، ثالثا، على حب الإمام الباقر. نبارك لكم هذه الليلة، ليلة ميلاد الباقر، ونرجو من الله العلي القدير أن يعيد هذه الليلة في خير وفي أحسن حال إن شاء الله، إنه سميع مجيب الدعاء على جميع المسلمين والمؤمنين. ننتظر سماحة الشيخ شاكر الفردان، في بضع دقائق نأخذ جلوات في حب الإمام الباقر. إن علوم المصطفى لباقر العلم انتهت، أبدى إلينا ما به محافل العلم زهد، وقد أشاد للهدى الأركان بعد أن وهات، فخولفته عصبة للحق بغيا سفهات. هو حجة الله الإمام محمد، وأبر باد في الأنام وحاضر، الطاهر ابن الطاهر ابن الطاهر ابن الطاهر ابن الطاهر ابن الطاهر، خير المحاتد محتد يفتر عن سلف تتابع كابرا عن كابر، هو ذلك المولى الذي أهدى له الهادي شريف سلامه مع جابر. هذا الذي بلسانه وبيانه هدي الأنام ونزل التنزيل، هذا عن فضله نطق الكتاب وبشرت بقدومه التوراة والإنجيل، لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد من أبيه بديل، هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل. أضاء وجه العلم والرسوم بنور وجه باقر العلوم، قام بحمل راية الرسالة بمحكم البيان والدلالة، وشيد الدين الحنيف السامي حتى على الدعائم الإسلام، فرق جمع الغي والضلال بجمع شمل العلم والكمال.
علومه الغر مصابيح الدجى، بنور علمه اهتدى من اهتدى، به صفت شريعة المختار عن كدر الأهواء والأفكار. هو نور قد جاء من بعد نور، هو بدر يضيء بين النجوم، من له المعجزات في كل وقت، ظهرت في الملا بمعنى سليم. كيف لا وهو سيد الخلق طران، وحفيد إلى الوصي الكريم. قبل أن ننهي هذه الجلوات، ذكر في كتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب في رواية، وهي رواية ذات معاني جدا سامية، أن حاكم ذلك الزمان الذي كان فيه الإمام الباقر عليه السلام نوى، وكان والي المدينة المنورة عمر بن عبد العزيز، وهو الحاكم الأموي المعروف، فأمر الوالي في المدينة المنورة أن يجدد المسجد النبوي الشريف. فعندما انتهى كعادة الحكام، عندما انتهى من الصيانة التي أو البناء الذي أضافه للمسجد النبوي الشريف، جاء الحاكم الأموي أو الطاغية أو السلطان الأموي، جاء إلى المدينة المنورة ودخل المدينة ودخل المسجد النبوي الشريف، وإذا بالإمام الباقر كما تروي الرواية التي جاءت في هذا الكتاب والتي نقلها الشيخ باقر الشريف القرشي في كتابه الذي يتحدث فيه عن سيرة الإمام الصادق. دخل الحاكم الأموي وإذا بحلقة، فسأل عمر بن عبد العزيز فيما هذا الدرس، أو من الذي يتزعم، من الذي يدرس هذا الدرس؟ فقيل له هو محمد الباقر ابن زين العابدين. فذهب للإمام الباقر الحاكم الأموي فقال له فيما درسك، في أي مادة تدرس؟ اعتقد أنه سيقول له فقه، قرآن، أخلاق، وإذا به يقول له درسنا في الجغرافيا. الرواية غريبة، لكن من غير المستغرب في عهد الإمام الباقر والصادق أن الإمامين الباقر والصادق أنشأ جامعة يعد طلابها أكثر من 4000 طالب. هذه الجامعة تدرس كل علوم الدنيا وعلوم الآخرة، الفقه والقرآن والسيرة، وتدرس الطب وتدرس الكيمياء وتدرس الفلك والجغرافيا، لدرجة أن طبعا الحاكم الأموي انذهل من الإمام الباقر، فرأى في جمع الحلقة طفلا صغيرا، فاستفسر من عبد العزيز عمر بن عبد العزيز، فقال له من ذلك الصبي الذي جالس في هذه الحلقة، وهل هو يستوعب ما يقال من أمور قد تكون غريبة في ذلك الزمان؟
فقال له إنه أفضل من في الحلقة، في حلقة الدرس وهم يتعلمون الجغرافيا هو أفضلهم. فقال له: من هذا؟ قال له: هو جعفر بن محمد ابن الباقر، جعفر بن الصادق ابن محمد الباقر. فأخذه على جنب فسأله 3 أسئلة، كل سؤال في جانب. السؤال الأول كان في الجغرافيا في الفلك فأجابه، والسؤال الثاني كان في المنطق فأجابه، والسؤال الثالث كان في علم الحديث وهو عن عبد الله بن مسعود فأجابه. استغرب من هذا العلم الفياض. نعتقد أننا في فترة تفجر المعلومات، حسب ما يقال أن كل ما لدينا من اختراعات هي عبارة عن أسس أصل لها المسلمين في ذلك الزمان. فلكي نرى عظمة الزمان وعظمة الإمامين الباقر والصادق في تفجر العلوم الدنيوية والدينية. آل طه نظيرهم لم يوجد، ومعالي علاهم ما له حد، إنهم قد علوا مقاما وسؤدادا، فمنار الأنام أعني محمد. إنهم قد علوا مقاما وسؤددا، باقر العلم من بني عدنان، ما له في مكارم النفس ثاني، فهو ملجأ العفاة في الحدثان، وحمان يستجير فيه العاني. يا له الله من إمام مهيمن، حبه يوم الحشر جنات عدن، محسن في أخلاقه أي محسن، وجواد في جوده مثل مزنان. كل علم مدبج من علومه، ففنون العلوم من مرقومه، خلته البدر مشرقا في نجومه، سابق الأذكياء في مفهومه. سيد في العلا له إجلال، في معالي تضرب الأمثال، فهو كنز للمعوزين كمال، يتجلى منه السخاء والكمال. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا طبعا في انتظار سماحة الشيخ وعذره
عنده في هذه الزحمة قد يكون قد حصل تأخر له في هذه اللحظات، إن شاء الله يكون قريب بيننا. سيد بيكون موجود هنا إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. في هذه اللحظات يتفضل الرادود صالح الشيخ ليتحفنا بالأهازيج والأبيات الولائية بمناسبة مولد الإمام الباقر عليه السلام. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.